حابب النهارده اتكلم على موضوع مهم جدا كتير قوي من الناس بتتكلم عنه. هل التوكسوبلازما او هل القطط بتسبب مرض التوكسوبلازما ولا لا؟ هل القطط بتسبب عقم عند البنات ولا لا؟ كتير قوي بيتكلموا عن الموضوع ده، بس عاوز اقول لهم الكلام ده غلط تماما، ملوش اي علاقه بالحقيقه. القطط ما بتسببش العقم اللي عند البنات. الكلام ده انتشر كتير اول فتره اللي فاتت عشان القطط كانت تبقى موجوده في الشارع، واي حد كان ممكن يختلط بالقطه اللي موجوده في الشارع، والقطه ساعتها ما بتبقاش واخده التطعيمات اللازمه ليها، فتبقى مصدر لانتقال الامراض. وحتى الامراض اللي ممكن تتنقلها ممكن تكون من الامراض دي هي التوكسوبلازما، بس التوكسوبلازما ما بيعملش عقم عند البنات. التوكسوبلازما اقصى حاجه ممكن تعملها هو الاجهاض المبكر في الحمل، او لا قدر لو الحمل كمل بيبقى تشوهات في الاجنه. طب عاوزين نعرف مع بعض التوكسوبلازما ده هيجي ازاي للبنت اصلا، او هيجي ازاي من القطه اصلا، ومن الاساس هينتقل ازاي من القطه للبنت. اول حاجه عشان يتنقل للقطه عن طريق القطه تاكل لحم ني، يعني لحم مش مطبوخ. تاني حاجه انها تختلط بقطط من الشارع، قطط حامله المرض في الشارع. ثالث حاجه ان هي تاكل خضار أو تشرب لبن، او خضار ني او خضار مش مغسول كويس، او تشرب لبن مش جاهز او مش مطبوخ او مش مغلي كويس ان هو يتشرب. ساعات الناس بيجيبوا لبن مزارع على طول بيشربوه، فده طبعا بقى عنصر من العناصر اللي هي ممكن تسبب التوكسوبلازما للقطط. اخيرا كمان هي ممكن تاكل لانشون غير مضمون مصدره او بسطرمه او الكلام ده. ممكن الحاجات دي كلها عشان مش بتبقى جيده للطهي ممكن تسبب توكسوبلازما للقطط. طب سي ان القطه اتصابت بتوكسوبلازما، عشان التوكسوبلازما ده يتنقل من القطه للبني ادم عن طريق ان البنت او الولد، على فكره هو بيجي للبنات والولاد مش البنات بس، عن طريق البني ادم ده بيبدا يختلط بالتويلت بتاع القطه اللي يكون عدى عليه 24 ساعه ما تنضفش كويس، يبدا يختلط بيه اللي هو يلمسه بايديه وغصب عنه ما يغسلش ايديه وياكل. فساعتها ممكن المرض يتنقل للبني ادم ده وبالاخص البنات. طيب سيلة هو اتنقل للبنت، اول حاجه غالبا ما بيظهرش اعراض عليها خالص، بس اما بتدخل فتره الحمل ممكن يحصل تشهات في الاجنه، ممكن يحصل ان هي توجهت مبكرا. بالنسبه لاي حد، بالنسبه لاي واحده عاوزه تقي نفسها من المرض ده، اول حاجه لازم تعرف ايه الحاجات اللي المفروض تعملها عشان تقي نفسها من المرض ده. اولا ما تختلطش باختلاط مباشر جدا مع التواليت بتاع القطط، وخصوصا القطه اللي ليها علاقه بالحاجات اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي معرضه ان هي تصاب بالتوكسوبلازما. تاني حاجه وخصوصا البنات او السيدات اللي بيتعاملوا في مجال الانقاذ، اما يجي يتعاملوا مع قطه في الشارع لازم ياخدوا بالهم كويس جدا ويغسلوا هدومهم كويس جدا قبل الاكل، ويلبسوا جلافزات للتعامل. ثالثا في حاجات مهمه لازم نعرفها، ان المرض ده ممكن يجي للواحده من غير ما تكون اصلا بتتعامل مع قطه خالص. يعني لو واحده كانت لانشون او بسطرمه غير مضمون المصدر، لو كلت او هي في المطبخ بتقطع لحمه نيه اللحمه دي كانت مصابه بالمرض وكلت من غير ما تغسل ايديها، لو شربت لبن مش مغلي، لو كلت خضروات نيه، كل الكلام ده ممكن يخلي الواحده تصاب بالمرض من غير اصلا ما يكون عندها من الاساس قطه. فعشان كده اي واحده مقبله على الجواز لازم تعمل تحليل اسمه تحليل التوكسوبلازما IgG و IgM عشان تتاكد ان هي خاليه من المرض ده. طب لا قدر الله بعد الشر عندها المرض ده، بتاخد ادويه وعلاجات طبيعيه جدا وبتتعالج وبتقدر تخلص المرض ده وممكن تحمل بشكل طبيعي ما فيش اي مشاكل ولا عقم ولا اي حاجه خالص. فانا بس احب ان انا اغير المعلومه الخاطئه دي اللي بتيجي عند او الناس كتير جدا بتتكلم عنها. القطط يا جماعه ما بتسببش عقم عند البنات. القطط لا قدر الله لو ما اهتمناش بيها وحصل الحاجات اللي احنا حذرنا منها ممكن اقصى حاجه تيجي لها التوكسوبلازما بالنسبه للمرض التوكسوبلازما، ويجي لها ويتعمل اجهاض، وبعد العلاج لا الواحده ممكن تقول طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل خالص.